بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على شيخنا المجاهد الشيخ علي بن أحمد الحفصي، السلام على رجال الدين المقاومين، السلام على الأحرار، السلام على الحرائر، السلام على الشرفاء في وطننا الكبير. شيخنا الجليل، نحن مقصرون في حقك. شيخنا الجليل، أنت اليوم أصبحت في نظر كل بر شريف في هذا الوطن رمزا وقوة ضاربة في حراكنا الثوري وفي ثورتنا المباركة. اليوم نتطلع نحن جميعا لمجيئك ومشاركتك في الصفوف الأمامية، لا من أجل أن نشاهد وجهك السحر، ولكننا نستمد العزيمة والإصرار من حضورك. نتغنى باسمك، أنت لا تحتاج لكلمات التلميع يا شيخ، أنت غني عن كل كلمة، أنت بلطف الله ومحروس بعين الله، وما كلماتنا إلا ما يخرج من قلوبنا بكل صدق وعفوية. وها أنت أمامي وأمام الحضور، ويشهد الله بأني خجل من تواضعك ومن بروز اسمك، ونحن نعتبر أنفسنا لازلنا مقصرين. هكذا هم رجال الدين، هكذا يكون رجل الدين عندما يشعر بظلم المحرومين، ويشعر بأن من يخرج لأجلهم هم فعلا بحاجة لوقفة رجل دين يقول بأن هؤلاء مظلومون، ويجب أن نشارك لرفع الظلامة عنهم. جميعنا مطالبون اليوم. الحراك ليس مسيرات فحسب، من يخشى المسيرات، هناك تنوع آخر في الحراك. الشيخ الحفصي لا يقف عند مسيرات فحسب، لقد نادى بأعلى صوته وطالب بمشاركة العديد من رجال الدين، وقالها في يوم من الأيام: من يلومني على حضوري ومشاركتي فليتفضل، وأنا رجل كبير في السن سأنسحب. كلمة لها ما لها من إيقاع كبير في قلوب من هم يعشقون هذا العراق. قالها وقلبه يعتصر ألما ليس لانسحابا. فالرجال العظماء لا ينسحبون، ولكن أراد أن يحرك ساكنا في رجال الدين. نعم، هناك الكثير من رجال الدين من برزوا ومن يشاركون، ولكن إن جئنا في التصنيف فربما
لا يوجد من يضاهي سماحة الشيخ الجد حفصي في المشاركة وفي تقدم الصفوف. الشيخ لا يتوارى خلف الصفوف، نتوارى نحن، ومن يتوارى يشارك ويده على قلبه من الخوف. وشيخنا الجليل لا يضع يده على قلبه خوفا، بل خوفه علينا نحن، خل خوفه على ضياع حقنا. تكلم بملء فمه وقال: أنا أدافع عن الحرائر المعتقلات. وهذا هو الهاجس، إذا لم يحرك فينا ساكن البقاء. ست فتيات لدينا خلف قضبان السجون، فمتى سنتحرك؟ متى سنعطي؟ متى سندافع؟ متى سنشارك؟ ست فتيات، إن قلنا هذه غير إنسانية من النظام فهذا كلام هراء. النظام يفتقد، أو النظام لديه الخسة والدناء باحتجازه حرائرنا خلف قضبان السجون، وأطفالهن في البيوت مشتاقين لرؤيتهن. هذا ما يحرك الشيخ من جانب، ومن جانب آخر شبابنا الذي غصت بهم السجون. كيف يكون هذا الشعور؟ شعور من يبقى في البيت، شعور من ينام على فراشه غير متألم. الشيخ يتألم وهو كبير في سنه وكبير في عقله، وهناك من يمتلك القوة والشباب ولكن لا يحركه هذا الأمر. إن كنتم تخافون المسيح فهناك مشاركات أخرى، تقدم وشارك، شاركوا بقلوب يملؤها الحزن والأسى على شباب زج بهم خلف قربان السجون. بالأمس زرت أحدهم، تألمت ولكن كان هو أقوى مني. هذا الشاب يحتفل في المستشفى بعيد ميلاده لوحده، ورجله تكاد تكون مقفلة بالحديد، ليس الحديد المخفي والذي ربما يكون هناك حديد داخل رجله، حديد يشاهده الجميع. هذا وضع مؤلم، هذا الوضع يجعل مني أنا وأنت أن نتحرك، نطلب الإذن من الحكومة من أجل مسيرة. طيب، ماذا تختلف المسيرات الأخرى؟ المسيرة التي تخرج بتصريح تطالب بمطالب محققة، ونحن أيضا عندما نخرج بمسيرات أخرى نطالب بمطالب محققة. لا يوجد فرق هنا أو هناك، نفس الشيء. إحنا نقول جميعا الحكومة فاقدة الشرعية، إذا كيف أستمد الشرعية منها؟ يجب علينا أن نشارك في كل المسيرات. إن أردتم أن تتحقق لكم مطالبكم، إن أردتم لمعتقليكم أن يخرجوا، شاركوا، شاركوا يا أخوان، كما يشارك شيخنا الجليل الذي ننحني إجلاله لشخصه الكريم. هذا هو القدوة لنا، وهذا هو المثال البارز في هذه الدورة. وستذكر الأجيال ما قدمه هذا الشيء. أرجو من
الجميع أن يفتعب ويعي لماذا نحتفل اليوم ونتضامن معه. نتضامن لحساسة هذا النظام بإقدامه ودعوة الشيخ للاستجواب. تصوروا هذا طبعا يعني غير مستغرب، من يزج بالحرارة خلف قضبان السجود فلا يعلمه صغيرا ولا كبيرا، وهذا يجب علينا جميعا أن نتعلمه تماما، بأن النظام لا يرحم طفلا صغير ولا شيخا كبير ولا امرأة صغيرة ولا فاعلة في السن، فكلهم يشكلون هاجس للنظام ويجب معاقبته. هذا هو النظام يتعامل معنا بهذه الطريقة. شيخنا الجليل سر ونحن خلفك وسنقف معك ولن ننحني أبدا. وفقكم الله أحبتي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sen, o de,